في البداية حابب ان انتوا تراجعوا المصادر كويس جدا الموجودة في اسفل الفيديو. مراهق بيبلغ من العمر 15 سنة كان ليه علاقة محرمة في الثانوية العامة مع الاستاذة بتاعته اللي كان عمرها 40 سنة وليها 3 ولاد، 2 منهم اكبر منه، ولما زوجها وادارة المدرسة عرفوا بالخيانة اللي كانت مدوية نقلوا الاستاذة لمدرسة تانية في نفس المدينة، ونقلوا التلميذ لمدينة تانية بعيدة عن مدينته ب 170 كيلو. وبرغم البعد في المسافة الا ان الزاني والزانية فضلوا في العلاقة دي لمدة 13 سنة لغاية ما اتطلقت من جوزها في 2006 واتجوزت عشاقها اللي هو تلميذها في 2007. مين بقى الأستاذة ومين التلميذ؟ هقول لكم بعد الفاصل. الأستاذة بأقل بحث جدا من المصادر اللي أنا حطيتها لك أسفل الفيديو هتلاقيها اسمها بريجيت ترونيو، والتلميذ إيمانويل ماكرون رئيس أكبر دولة بتحارب الإسلام علنا. الدولة دي لما دخلت الجزائر واحتلتها سنة 1830 لغاية سنة 1962 حولت اسمها لدولة المليون شهيد. التلميذ النجس ده بيشجع على نشر كاريكاتير استهزاء وسخرية من معلم البشرية محمد صلى الله عليه وسلم اللي علم البشرية التوحيد والأخلاق والقيم وغيرها من مكارم الأخلاق، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فداك أبي وأمي يا حبيبي يا رسول الله. إلا رسول الله، إلا حبيب الله، مكرٌ يسيء للنبي، رسولنا خط أحمر، حبيبي يا رسول الله، مقاطعة المنتجات الفرنسية. كلها هاشتاجات اتصدرت تويتر في الساعات اللي فاتت، ومن ضمنهم هاشتاج المقاطعة. أيوه هنقاطع لأن إحنا ما عندناش حبيب زيه، ولا أب ولا أم ولا ابن، مفيش حد أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم. السفيه المختل ده قالك إن الإسلام بيمر بأزمة، وربك سبحانه وتعالى بعدها على طول يفضحه بإسلام صوفي بترونين اللي كان عامل لها مؤتمر عالمي علشان يستقبلها، وبيقول لها صوفي، قالت له لأ أنا اسمي مريم وديانة الإسلام، ومشي وساب المؤتمر وهو مكسور من غير نفسه وما قالش حتى كلمته. يوم يسكت بقى وخلاص على كده ويبطل حقد على الاسلام؟ لا، ماشي في خطته اللي بدأ فيها من 2020 ومكمل فيها. قفل اكتر من 73 مسجد وجمعية بحجة انه بيحارب التطرف الاسلامي. وبعدها بفترة قليلة اتقتل استاذ فرنسي نشر في حصته كاريكاتير يسيء للنبي، بينشرها الاستاذ في حصته بيقول ان هي حرية تعبير، فراح على طول قتلوا الشاب عبدالله الشيشاني اللي تم تصفيته من القوات الفرنسية اول لما وصلوه. بعدها كره رهيب جدا لكل ما هو مسلم وحملات اعتقال للمسلمين حتى القاصرات، وفي تجاوز تاني اكبر اتطعن 2 محجبات جنب برج ايفل في باريس ومفيش مخلوق يعرف عنها حاجة، والحادثة عرفناها بعد يومين من انتشار الخبر في الدول الاسلامية وتعتيم اعلامي فرنسي رهيب جدا، وطلع اتكلم بكل برود انه سيستمر في نشر الرسومات المسيئة، وبالفعل نشرها على المباني الحكومية في فرنسا. يا اخي ايه الفجر ده، حسبنا الله ونعم الوكيل. ووزير الداخلية طالع في الاعلام بيقولك ان كل المنتجات المكتوب عليها حلال في الاسواق لابد من مقاطعتها وعدم تداولها مرة اخرى في الاسواق. قاطع مين؟ دي المقاطعة دي لعبتنا وعملناها كتير مع امثالك. احنا لما واحد عنده شركة اتصالات موجود عندنا استهزأ برسمة علمنا الادب، على طول عشرات الالاف غيروا خطوطهم بنفس الرقم وسابوا له الشركة خالص. تقاطع مين يا بيه؟ حضرتك تعالى شوف التجار الكويت الرجالة وهم بيفضوا الاسواق والهايبرات بتاعتهم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى شوف شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب ربنا يبارك في عمره يا رب وهو بيرد على امثالك، وتعالى شوف ليه ما انت بدات فعلا تشوف بعينيك وعرفت ان المقاطعه هتهلكك، علشان كده على طول وزاره الخارجيه الفرنسيه راحت جايه مطلعه بيان عشان ترد على دعوات المقاطعه. اللي مش عايز في البيان ده الناس تنساق وراء الدعوات دي وبتقول ان هي من اقليه متطرفه. هنستمر في المقاطعه وهنعتبرها اقل حاجه هنقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله مش هتبقى بس مقاطعه، لا هننصره، هننصره باتباع سنته، وهننصره بالتزام اوامره، وهننصره بنشر كلامه وافعاله، وهننصره بتعلم السيرة النبوية في كل المواقف اللي مر بيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنعلمها كمان لأولادنا وهنخليها كمان منهج حياة هنعيش عليه بإذن الله تعالى حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحوض. هنستمر في المقاطعة وادعم كل هاشتاجات المقاطعة. أنا خلاص خلصت، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.